اسمعوا على راديو هاوانا اف ام، اقوى الاغاني اقوى النجوم على www.hawanafm.com. هاوانا اف ام، اول راديو شبابي بجد. ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين في سوا على الهوا، وفكره قاعده مع ستار لارا اسكندر لسه مكمله معانا. نشوف الفان بيج. في نانسي بتقول: انا عاوزه اقول لارا اني فخوره بيها جدا جدا، انها المصريه الوحيده اللي غنت نوع مختلف من الاغاني وخلتنا نحب نسمع غربي، وانها مش بس فنانه رائعه، لا هي كمان انسانه رائعه بكل معنى الكلمه، واحنا لحد النهارده بنتعلم منها الصفات الحلوه. ربنا يخليها لينا احلى بنوته في الدنيا. شكرا، very very nice. كمان في فانز بتوعي كتير جدا نحب نمسي عليهم، امل وجيهان واسومه بتقولك الف الف مبروك يا احلى لارا على الالبوم، وبجد كنا مبسوطين قوي معاكي في فيرجن يا روح قلبي، وفخورين بيك يا اكبر شرف لينا في الدنيا. ثانك يو. في مين تاني؟ في ناس كتير قوي كاتبه الحقيقه، وانا مش عايز حد يزعل، مش عايزين حد يضايق، بس انا عارفه ان في كومنت فانتوا مش قادرين يعني تقولوا حاجه. هو كلهم بيباركوا لك، وجيهان وهاله واسومه وعاليه ومحمد ونورهان. تمام. كتير كلهم بيمسوا عليكي وبيريك مبروك على الالبوم، بجد احنا فخورين بيكي جدا. ربنا معاكي وشرفتي مصر. تمام. لارا انا عايز اقولك حاجه مهمه جدا جدا جدا. في اغنيه في الالبوم اكيد كنتي يعني خلصتي الالبوم وجات لك، فقلتي لازم الاغنيه دي اضيفها. ايه هي الاغنيه دي؟ لا، اخر اغنيه سجلتها كانت اغنيه انا كتبتها، مش جات لي انا، يعني انا كنت اسمها ماي فريند، كنت انا كتبتها وانا عندي 17 سنه قبل ستار اكاديمي قبل كل حاجه، وكنت عايزة انه الاغنية دي تبقى في الالبوم، بس انا كنت الوحيدة اللي مقتنعة بالفكرة دي، ولا حد تاني كان مقتنع ان الاغنية دي لازم تبقى في الالبوم، وقلت مش هعمل الالبوم لو الاغنية دي مش في الالبوم. مش شايفة ان هي حاجة غريبة ان هي تبقى اغنية كتبها من 17 سنة وتبقى اخر اغنية تسجل؟ يعني عشان احنا لما ابتدينا نشتغل على الالبوم ابتدينا مع اغاني كنا يعني كان عندنا ميشن از يو وتشينز، وكنا سجلنا كم أغنية already، وبعدين لازم كمان يعني أنا مش بشتغل لوحدي، بشتغل مع شركة إنتاج، فبياخد وقت إنه الناس كان كلنا لازم نبقى متفقين على أغاني للألبوم، وكان عندي كلام للأغنية دي وكان عندي لحن معين، فلما قررنا إنه هنحطه في الألبوم كانت آخر أغنية، كنت كاتبة يعني الكلام already زي ما قلت من عندي 17 سنة، وكان عندي لحن يعني فكرة للحن معين، فدي الأغنية الوحيدة اللي كنت في استوديو من وقت ما ابتدوا يلحنوا الأغنية لغاية ما خلصوا اللحن بتاع الأغنية. كنت عايزة تطلع في شكل معين. exactly. كنت عايزة أبقى هناك، ومامتي كانت معايا في استوديو اليوم ده، قاعدة معايا حرام، قاعدين 8 ساعات في نفس الكرسي، وعندنا جيتار قدامنا وبيانو قدامنا وبيلحنوا الأغنية، واحنا قاعدين وبقول لهم أيوة كده مش عارفة دي الفكرة اللي عايزاها دي، لا كذا كذا كذا، قعدنا 8 ساعات نلحن الأغنية، وبعدين بعد 8 ساعات دخلت سجلت الأغنية، عملنا كل ده في يوم واحد يعني، عشان كنا على يعني جدول معين كنا لازم نخلص الألبوم، فخلصناها وطلعت جميلة. وأكتر أغنية اسمها My Friend. دي افضل اغنيه انت بتحبيها في الالبوم؟ أيوة. اقرب اغنيه لقلبك؟ بالنسبه لي أيوة. طب انت قلت لنا من شويه كل اغنيه ليها موقف، ايه أيوة. موقفك مع الاغنيه دي؟ الموقف يعني خصوصا انه من زمان 17 سنه اكيد لسه فاكراه. يعني هي الاغنيه نفسها قصه، مش يعني مش كلام معين، هي قصه عن بنت، يعني الواحد لازم يسمع الاغنيه عشان يفهم الاغنيه، عشان هي قصه، مش انه انا بحبك انت مش بتحبني الكلام العادي ده، لا هي قصه يعني بتشوف اللي بيحصل، يعني لما بتسمع الاغنيه بتشوف الموقف قدامك، يعني انت لوحدك يعني بترسم لوحه كده قدامك بتشوف اللي بيحصل. والموقف ده حصل لك فعلا ولا هو الموقف ده حاجه قريبه من قلبي؟ دي اهم حاجه بس. طب نعرف ولا ايه؟ مع الاغنيه احنا هنفهم وانتوا كل واحد بقى هيجي مع فكرته. طب كلمينا عن علاقتك بالفانز.
انا كنت عايزه اسالها يعني بجد عمالين يبعتوا لنا حاجات كتير قوي، وكمان المشكله اللي ما تحسيش علاقه فنان بالفانز بتوعه، لا ده علاقه اخوه او صداقه. انا يعني في جروب من الفانز معينين، كان انا بحب كل الفانز بتوعي، بس انا عارفه انه في جروب بيبقوا very very active على الفيسبوك وعلى تويتر وكل حاجه، بس كل الفانز بتوعي انا طول الوقت بقول لهم انتم مجانين، انا بحب الجنان. يعني انا بنت ممكن ابقى هاديه وكل حاجه، بس بيجي لي اوقات ممكن اتجنن، فانا بحب الجنان، بحب انه واحد يبقى مجنون، فانا بحب ان الفانز بتوعي مجانين. بس كويس مجانين ومحافظين على، لما انت قلتي انا مش عايزه الالبوم بتاعي يتسرب، محافظين عليه لغايه اللحظه دي. دي مشكله. انا عايز اقولك ازاي يعني، انا كنت احنا عملنا بقول لها هنحط فواصل منين، يعني عمالين نتكلم هنحط الاغاني منين، الاغاني لغايه دلوقتي متحافظ عليها ما اتسربتش خالص. انتوا عارفين انا لغايه دلوقتي يعني مش عارفه، بحمد ربنا ان انا عندي فانز كده، عشان اي حد تاني في ثانيه في ثانيه الالبوم كان هينزل يعني على الانترنت. يعني مش عايزه اقول، مش عارفه اعمله كده ازاي، انا بس هقول thank you so much ان عملتوا كده، مش هسألكم ازاي، بس الله. يعني حسن اللي حسن و thank you الله. يعني اصل انت يعني هو دايما الفانز بيبقى يعني بيحبوا ستار، بس الستار مش شرط ان هو يحب الفان، لكن انا بحس ان انت بتحبيهم زي ما هما بيحبوكي. انا بموت فيهم. يعني لو يوم عدى عليكي ما حدش قالك حاجة، او لقيتي مثلا دخلتي كان في حد معتاد انه هو يدخل، ممكن تسألي عليه هو راح فين. يعني انا مشكلتي مع المغنيين او الفنانين اللي مش بيتعاملوا مع الفانز طول الوقت. انا مش بقول ان انا لازم اكلم الفانز طول الوقت، يعني هما كمان عندهم حياتهم وانا عندي حياتي، اتس اوكي okay. وهم عارفين مثلا عندي امتحانات او مسافره وكده، مش بقدر اتكلم معاهم. بس انا شايفه انه يعني اتس رونج، يعني غلط تماما انه الواحد ما يتواصلش مع الفانز، عشان في الاخر لو الفانز قرروا انه دي مش بيحبوكي anymore، خلاص ما انت الفنان بيبقى فنان عشان الفانز بيدعموه. ما ممكن يبقى عندك احلى اغاني في الالبوم بس ولا حد بيحبك، تعملي ايه؟ ولا حاجه، خلاص ترجعي البيت بتنامي. عارفه كمان يا لارا في بيبقى حب سلبي، يعني مثلا في فانز اللي هو عشان بيحبوا الفنان وعايزين يسمعوا الاغاني بتاعته، عايزين يسمعوها للناس، فاسمع دي فتلاقي الاغنيه مره واحده انتشرت، واحنا شفناها في الفتره الاخيره اغنيه قبل ما نعرف الالبوم خلص لقينا الاغاني نازله. ايوه فهو ما شاء الله على الفانز. لا انا يعني I said that I'm very thankful ان عندي فانز كده وبيحبوني من كل قلبهم فعلا. يعني لما بسال حاجه بقول لهم بليز ما تنزلوش الالبوم، مش بينزلوا. طب تفتكري هما دول السبب في اللي انت تاخدي جايزه تدير جايزه على؟ لا هما السبب الوحيد. مش سبب ده، هما سبب تاني. الله السبب الوحيد، عشان اساسا التكريم ده من اختيار الجمهور، فلولا الجمهور ولا حد كان هيبقى هناك اليوم ده. طب لارا انا من اقل فانز بتوعك، ممكن ناخد السي في؟ بقول لك ايه، انا اللي هاخد. طب قولي لي يا لارا، اول لما في دير جست المذيعه اول لما قالت اسمك، نادت اسمك ان انت افضل مطربه سعادة، أيه. كان ايه احساسك سعادة؟ ده كمان يا ايمن احسن حاجه اللي هي من الاربعه اللي غنوا في من الاربعه ده، يعني هو المفروض من كل النجوم حوالي 48 نجم تكرم، منهم اربعه بس اللي غنوا، انت غنيتي تعالوا غنوا معايا. أيوة. حسيتي بايه؟ حسيتي بايه؟ كنت خايفه شويه، كنا على الترابيزه وكان عندي مامتي وبابايا وكل صحابي معايا، كنت بقول لهم انا حاسه انه عشان احنا عارفين الترتيب، بيقولوا لنا قبليها بشويه انه انتوا هتطلعوا دلوقتي، فلما قالوا لي هتطلعي مثلا بعد 5 دقايق كان خلاص بقى رجليا، يعني كنت بقول لهم طب اعمل ايه، مش عارفه ايه، كنت مشدوده يعني طول الليله كنت كويسه، وبعدين بس ما كانش باين. انا كنت هناك كتير جسم، انا شفت لارا اكنها المسرح ده وقفت عليه كتير واتدربت. لا عشان في فرق، انا ممكن انا ببقى خايفه طول الوقت، بس لما يعني بطلع على المسرح والمزيكا بتبتدي خلاص الخوف ده بيروح، لما المزيكا بتقف وببقى لسه على المسرح الخوف يرجع. يعني انا لازم برقص او بغني عشان ما ابقاش خايفه. يعني انا لما عملت سبيتش بتاعي بعد التكريم، لما اتكلمت لما اخذت الجائزه، يعني لو تتفرجوا على الفيديو كنت لسه بقول لمامتي، ما كنتش عارفه انه انا كنت يعني دقيقتين وكنت افتكر كنت هعيط من كتر ما كنت خايفه، وكنت يعني ملبوخة قوي من اللي بيحصل، يعني كنت في شوك يعني. فلا كنت مبسوطة قوي طبعا بالنتيجة، وانه رحت وغنيت اول مرة، يعني اول مرة في مصر غنيت تعالوا غنوا معايا كانت في دير جاست.
فكنت مبسوطة قوي انه كل حد في مصر وكل الناس كمان حتى الفنانين كلهم كانوا يعني يمكن كان حوالي نص الناس اللي كانوا موجودين كانوا اول مره بيشوفوا لارا. أيوة. يعني كان هند صبري واحمد حلمي ونجوم كبار كانوا معجبين جدا مبهورين اللي هو ازاي دي موجوده في مصر وازاي دي بتغني انجليش واول اغنيه ليها عربي يعني كل الناس طلعت وساعدت بال لا كل الناس كانت بتقول هي دي معقوله اول اغنيه عربي تغنيها. ما انا بقول لك فاجئت الناس فعلا. انا كنت مبسوطه قوي وكنت مبسوطه قوي بالليله دي يعني the whole night كانت حلوه قوي بس الحلوه كمان انه وانا قلت ده في السبيتش بتاعي انه انا قلت ان الجائزه دي جات لي قبل ما اغنوا معايا طلعت يعني الجائزه دي جات لي وانا كنت بغني انجلش بس فده دليل انه المصري فعلا ممكن يعمل اي حاجه يغني بالانجلش وياخد جائزه كبيره زي دي كمان بعد ده اللي قلته فده بالنسبه لي ده المهم قوي انه الجائزه دي جات لي قبل غنوا معايا يعني الجائزه دي جات لي وانا كنت بنت مصريه بتغني انجلش مش عربي. مبروك عليك يا لارا الجائزه دي ومن نجاح لنجاح ابدا. شكرا. طب انا عايزه اعرف علاقتك بالفيسبوك علاقه عشان تدخلي على الفان بيج بتاعتك ولا انت اصلا من هوايه الفيسبوك وبتدخلي عليه في وقت فراغك وكده؟ يعني انا بدخل على الفيسبوك نفسه مين يعني خصوصا عشان انا اللي مانج ماي فان بيج. فان بيج انا بكتب كل حاجه عندي عندي ناس بيشتغلوا معايا بس قليل قوي بيكتبوا على الفان بيج بيكتبوا بس لو انا ما اقدرش اكتب بس الفانز بيعرفوا عشان يعني لو مثلا صور بتنزل اوكي المكتب مثلا بينزله بس لا انا اللي بقول لهم مثلا انا هبقى في الانترفيو ده مثلا كذا ساعة كذا اتفرجوا عليا وانا هعمل كذا كذا يعني انا اللي بتواصل مع فانز بتوعي عشان انا شايفة ده مهم قوي بس in general على فيسبوك مش قوي بس مش مهمة قوي بالنسبة لك انت بتقولي عشان تكلمي الفانز وبس مش بتقولي يعني بقى عشان اصحابك يعني مش قوي. طيب